وإياكم مع السيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على عبارة الكون وعبارة الأرض، فقال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عبارتها وإصلاحها. فالعمل في الإسلام له مكانته العظيمة، حيث جاء الأمر به بعد الأمر بالصلاة، فقال:
وتركوا
خير الرازقين. فالكيس الفطر الذي يوازي بين العمل وعبارة الكون وبين العباد، فمن لم يعطي شيئا لوطنه ولمجتمعه ولآخرته يعني أكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. سأل أحد الصحابة رجلا زاهدا في الدنيا فقال له: ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخرجتم الآخرة، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال الرجل الصالح: أصبت يا زاهد. فيجب علينا أيها الإخوة أن نجد ونجتهد ونعمر دنيانا بعبارة الكون، وأيضا أن نعمر الآخرة بالطاعات، ولا سيما في أننا في شهر مبارك وهو شهر رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الحياة وخير الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اصلح قاعدة المعية، اللهم قوم راية الإسلامية، اللهم اجعل مصر أمن أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وانصرنا على